السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. بهذا الفيديو راح اشرح لكم على جهاز جديد من شركة رايلمي اللي هو الـ X3 سوبر زوم. هذا الجهاز يعتبر فلاكشيب فيها عليا بمواصفات كل هواية، منها انه يجي بمعالج سناب دراجون 855 بلس وبنظام تبريد سائل. تابعوني بهذا الفيديو حتى نعرف كل هاي التفاصيل. هسا خلينا نسولف على اول نقطه واللي هي شكل الجهاز من الخارج. طبعا الجهاز هو من الزجاج وفي طبقه حمايه اللي هي الجوريلا جلاس 5، وتقدر انه تخلي 2 سيم كارد. طبعا الجهاز غير مقاوم للمياه. وزن هذا الجهاز تقريبا 202 غرام، يجي بلونين، لون ابيض ولون ازرق. هسا خلي اسولف على شاشه الجهاز. شاشه الجهاز تجي من نوع IPS LCD. طبعا دقه هذه الشاشه Full HD Plus، كثافة البكسلات تقريبا 400 بكسل كل انش. قياس هذه الشاشة هو 6.6 انش، وتردد هذه الشاشة هو 120 هرتز. تقدر انه تغير الوضعيات ما بين الـ60 وما بين الـ90 او تخليه بشكل تلقائي. طبعا اكيد من يكون 120 هرتز معناها راح يكون عندي استهلاك للطاقة اكثر وحرارة اكثر، بس بالمقابل المميزات من تستخدمه بالالعاب راح يعطيك اداء جدا سريع وسلس. فأكو فرق كبير جدا ما بين الـ 60 هرتز وما بين الـ 120 هرتز. نظام التشغيل الخاص بالجهاز هو اندرويد 10، اكيد مع واجهة ريلمي اللي هي الـ UI. هذا الجهاز يحتوي على معالج فلاكشيب. المعالج اللي موجود به هو سناب دراجون 855 بلس، بالإضافة إلى أنه الرام الخاص بهذا الجهاز هو 12 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت. طبعا بطاقة ذاكرة خارجية ما تقدر انه تضيف، بس الشيء الحلو انه عندي نظام تبريد مائي موجود ويغطي كل المناطق اللي بيها سخونة اللي موجودة بالجهاز، مثل هذا الفيديو اللي امامنا. فهذا يساعد بعملية التبريد، مو معناها انه حرارة ماكو، راح يساعد نظام التبريد المائي انه يبرد الجهاز بشكل افضل. فبشكل عام انه اداء الجهاز راح يكون جدا ممتاز، ما عندي مشكلة ببطء او تعليق الجهاز لان المعالج اللي موجود بيه جدا قوي، الرام عندي عالي، والاداء الخاص بالجهاز بشكل كامل مع نظام التبريد السائل راح يعطيني اداء جدا ممتاز. هسا خلينا نسولف على الكاميرات اللي موجودة بالاكس 3 سوبر زوم. من الخلف عندي 4 كاميرات. طبعا الجهاز بتقريب رقمي، الزوم مالته 60x. اكيد كل ما تقرب كل ما جودة الصورة تقل، لكن عندي الاوبتيكال زوم اللي هو 5x. كل ما تصور او كل ما تقرب ما راح يفقد من جودة الصورة لغاية الخمسة. بعد هذا الخمسة او بعد الخمسة راح يكون عندي تقريب رقمي، فتبدي تقل جودة الصورة. هذه الصور وبعض اللقطات. تم تجربتها باستخدام جهاز ريلمي X3. الكاميرا الرئيسية تيجي بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.8. الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل اللي هي خاصة بالتقريب واللي توصل كتقريب رقمي لغاية 60x. الكاميرا الثالثة تيجي بدقة 8 ميجا بكسل ايضا واللي هي خاصة بالتصوير بالزاوية العريضة، والكاميرا الاخيرة 2 ميجا بكسل اللي تصور لك مايكرو. الجهاز ايضا يصور لك 4K 30 او 60 فريم بالثانية. هسا خلينا نسولف على الكاميرا الامامية. الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل اللي هي الكاميرا الرئيسية، والكاميرا الثانية اللي هي 8 ميجا بكسل تصور لك زاوية عريضة. فعندي الكاميرا الامامية تقدر انه تصور زاوية عريضة، بالتالي من تاخذ سيلفي راح ياخذ اكبر مساحة ممكنة، وهذا فشي كلش حلو انه نشوف الكاميرا او عندي كاميرتين، واحدة امامية وخلفية، اثنيناتهم يصورون بالزاوية العريضة اللي راح اقدر انه اخذ اكبر تفاصيل ممكنة مثل الصور اللي دا تشوفوها امامنا. وصلنا الى نقطة البطارية. هذا الجهاز ببطارية بسعة 4200 ملي امبير، وشي الحلو انه يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط. وشي الأحلى أنه نفس العلبة الخاصة بالجهاز أكو موجود شاحن يجي بقوة 30 واط أيضا. منفذ الشحن ونقل البيانات هو من نوع تايب سي، بالتالي راح يعطيك أداء أفضل بنقل المحتوى وأيضا سرعة بشحن الجهاز. فمن ناحية الأداء أو تجربة البطارية ما عندي بمشكلة، الجهاز يطول عندك تقريبا يوم كامل بالاستخدام المطول، وهذا رقم يعتبر كلش ممتاز، خاصة أنه البطارية أو الجهاز دعم شحن سريع.
واحدة من طرق الحماية اللي موجودة بالجهاز هي بصمة الأصبع، لكن بصمة الأصبع صايرة على زر التشغيل بيمين الجهاز، فمكان هنا تقدر من خلاله أنه تستخدمه بحماية الجهاز. أداء بصمة الأصبع ما عندي علي أي ملاحظة، أداء مالتها كلش ممتاز. هسه وصلت إلى النقطة الأخيرة، شكد سعر هذا الجهاز؟ بعد أن شفنا كل هاي المواصفات اللي موجودة وخاصة أداء كان جدا ممتاز مع نظام التبريد السائل اللي موجود اللي راح ينطيني أداء أفضل من ناحية تبريد الجهاز، سعره هو 489 دولار. الوكيل الرسمي لهواتف ريدمي في العراق مجموعة زد ام سي، راح تشوفون تفاصيله موجودة اسفل وصف الفيديو. طبعا الجهاز او اجهزة ريدمي بالعراق اكو لها ضمان مدة سنة كاملة من مجموعة زد ام سي. كل الاشياء وسائل الاتصال راح تشوفوها موجودة اسفل وصف الفيديو. هذا الفيديو كان معاينة لجهاز ريدمي اكس 3 سوبر زوم. شنو رأيكم بالجهاز؟ العيوب اللي شفتها صراحة بالجهاز هو عيب واحد تقريبا، انه الجهاز ليش ما مقاوم للمياه؟ المواصفات اللي موجودة به من ناحية المعالج من ناحية الكاميرا انطتني اداء كلش حلو، لكن هذا الجهاز هو غير مقاوم للمياه، فانتبه مو تجي وتخليه بالمي. نعم هو مقاوم لرذاذ المياه بس مو تخليه بالمي. هذه النقطة. النقطة الثانية، الشاشة هي من نوع IPS، يعني لو كانت شاشة شوية أقوى كان يعطيني أداء كلش حلو، بس مع هذا المواصفات اللي موجودة فتعطيني أداء كلش حلو، وهذا يعتبر هو فلاجشيب لشركة ريلمي. كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار راسلوني بأي وقت. بالنهاية لا أسعنا القول إلا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.